الرئيس السيسي يوجه بتطوير مرافق المنظومة الرياضية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، طائرة مصرية تقل الطلبة المصريين من رومانيا إلى القاهرة. وقتل في قصف استهدف مبنى التلفزيون الأوكراني، وزيلينسكي يشدد على ضرورة وقف الهجوم الروسي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقا للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع للسيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقا للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبريات البطولات العالمية في مختلف الألعاب، خاصة مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية، سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو برج العرب شمالا على سواحل البحر المتوسط، أو هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة، فضلا عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها. وفي هذا السياق تم استعراض سير العمل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل صرحا رياضيا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكافة الألعاب الفردية والجماعية والرياضات المائية، ومنشآت طبية وخدمية وفندقية، مع بحث مخطط إدارة وتشغيل المدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال. كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بمدينة الألعاب الأولمبية في برج العرب، وكذلك مخطط تطوير كل من مدينة مرابط للخيول ومحطة الزهراء للخيول العربية، وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئة استاد القاهرة، وذلك بهدف تأهيل وتحديث مختلف المنشآت الرياضية الملحقة بها. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في استكمال شبكة الطرق داخل المحيط الجغرافي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية ورب بالمحاور المرورية المحيطة، وكذلك إقامة كباري مشاة علوية لتفادي الازدحام المروري ولتسيير حركة الجمهور الكثيفة عند حضور الفعاليات الرياضية والمباريات، وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعي الرياضي والترفيهي لهيئة الاستاد وملحقاتها الفرعية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية وجود استراتيجية واضحة لدعم صناعة السيارات والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها سعيا لدعمها والتوسع فيها. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة مواكبة ما يحدث من تقدم متسارع في تلك الصناعة، وخاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية،
كما أكد مدبولي أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشأن الخطوات الفعلية الخاصة بإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، والتي تستعد الحكومة لإطلاقها قريباً. اختتمت فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج تحت عنوان تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة، والذي استمر على مدار يومين تحت رعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات. تضمنت الدورة الحالية للملتقى 22 محاضرة تشمل محاضرات لعدد من الشركات الدولية والمحلية و17 محاضرة لباحثين من مختلف الدول، وقد سجل للحضور أكثر من 500 باحث حول العالم، كما شارك من داخل مصر باحثون من مختلف الجامعات. وقد ألقى الملتقى الضوء على التحديات التي تواجه مجال الأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة وكيفية التغلب عليها، وانتهى إلى العديد من التوصيات التي تستهدف دعم منظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدة الحركة. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، قدمت خلالها الإدارة العامة للحماية المدنية بيانات عملية حول مهام عمل الإدارة في مجالات الإنقاذ البري والنهري وإطفاء الحرائق والتعامل مع المفرقعات ومع استعراض الأدوات والمعدات المستخدمة في أداء تلك المهام. الأول من مارس من كل عام يواكب الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، وقد نظمت وزارة الداخلية احتفالية بتلك المناسبة تحت عنوان دور الحماية المدنية في حماية منكوب الأزمات والكوارث بالمقر الجديد للإدارة العامة للحماية المدنية. استعرضت خلالها المعدات المتطورة المستخدمة في عمليات الإنقاذ البري والنهري وإطفاء الحرائق والكشف عن المفرقعات. فريق الإنقاذ عندنا هنا مدرب على أحدث الوسائل، وبيتم التدعيم ده من خلال وزارة الداخلية بالدورات التدريبية والعمل المشترك مع كثير من الجهات. احنا كمان تطورنا في حتة ان احنا خرجنا من ان احنا بننقذ بس، ده احنا كمان بنشتغل في مجال كمان الفيرست ايد او الاسعافات الاولية من خلال برضو التعاون مع جمعية الهلال الاحمر. وحصل كذا دورة تدريبية مشتركة ما بين الضباط والافراد والجمعية، وازاي تعرف تتعامل ان انت مش تخرج مصاب بس بالعربية او من المكان المحتجز فيه، لا ده انت كمان انت تقدر تسعفه. اهداف اداره الانقاذ النهري هي تامين الارواح والممتلكات ضد اعمال الحريق والغرق، وبيتم الانتقال ده في خلال دقائق معدوده، يعني في خلال دقائق لازم يكون موصلين لمكان البلاغ للتعامل معاه بشكل فوري. وفي حضور ممثلين عن اطياف المجتمع كافه، أدى رجال الحماية المدنية بيانات عملية متنوعة أكدت على التطور في أداء رجال الإدارة في التعامل مع الكوارث البشرية والطبيعية من إطفاء حرائق إلى تعامل مع المفرقعات وصولاً لعمليات الإنقاذ البري، بمشاركة عناصر شرطية نسائية مجهزة ومدربة لأداء تلك المهام. شاركنا في بعض البلاغات المختلفة في أرض الواقع، وشاركنا برضو في الميدان على فريق الإنقاذ سواء إنقاذ إطفاء، ونزلنا بعد البلاغات بطرق مختلفة. احنا النهاردة شاركنا في عرض إنقاذ مصاب وبنخلي من أعلى المبنى. العروض التدريبية التي أداها رجال الحماية المدنية عكست التطور الكبير في أدائهم، والذي يمكنهم من أداء مهامهم لحماية الأرواح والممتلكات بكفاءة وفاعلية، في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للإدارة العامة للحماية المدنية. النهاردة إن احنا بنحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية، طبعا بقول كل رجالة الحماية المدنية مش على مستوى مصر بس على مستوى العالم، كل سنة وانتم طيبين. عندنا تدريب متطور محلي وتدريب بالخارج، بنشارك في مؤتمرات دولية، بنشارك في المنظمات الدولية، بنشارك في أكتر من برنامج دولي. النهاردة اتفرجت على خبراء المفرقعات ازاي بيفكوا المفرقعات من المنظمات الإرهابية. موضوع ممتع جدا، ولقيت فيها بصراحة حاجات مهمة جدا. يعني انا بشكر رجال الحماية المدنية على شغلهم، على ان هم بيحمونا، وشكرا جزيلا ليهم. اكتشفت حاجات كتير واستفدت حاجات كتير، عرفنا ازاي بيحمونا وازاي بيعملوا كده كشف المفرقعات والمطافي والحاجات دي. مبسوطه، وكان حاجه حلوه قوي ان اشوف الحاجات دي، ما كنتش اعرف عنها قبل كده. وياتي الاحتفال ليؤكد قدره وجاهزيه رجال الحماية المدنية على اداء مهامهم بشكل فعال وبمنتهى الاحترافيه لحماية ارواح وممتلكات المواطنين،
والدعم التقني واللوجستي الذي يمكنهم من أداء تلك المهام. رجال الحماية المدنية يثبتون كفاءة وفعالية في التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية، فهم مزودون بأحدث أنواع المعدات والأجهزة للتعامل مع تلك الكوارث، ومدربون وفقاً لأحدث البرامج التدريبية للتعامل معها أيضاً، وهو ما ظهر جلياً من خلال البيانات العملية في الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، أقلعت طائرة شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني وعلى متنها 181 راكب و175 من الطلاب والمصريين وستة من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن. هذا وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية، حيث من المقرر أن تصل الرحلة في 10:30 مساء اليوم إلى مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي. نحب نشكر كل الناس اللي ساعدت وساهمت في أننا نوصل هنا. نحب نشكر السفارة المصرية، سيادة الرئيس، كل الناس اللي ساعدتنا، والحمد لله أن احنا بخير. السفارة المصرية، سيادة القنصل، الناس كلها اللي ساعدتنا، اللي جابوا لنا الطيارة، الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحب نشكر كل الناس اللي وصلوا لنا هنا. بإذن الله نوصل مصر على خير. تضافرت جهود مختلف مؤسسات الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للعمل على احتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية على المواطنين المصريين في أوكرانيا. وأسفرت تلك الجهود عن تسيير رحلة طيران إلى بوخارست لإعادة المواطنين المصريين الموجودين في رومانيا بعد عبورهم للحدود الأوكرانية، حيث أقلعت الطائرة منذ قليل من بوخارست باتجاهها إلى أرض الوطن وعلى متنها 175 مواطنا مصريا. وكانت السفارة المصرية لدى بوخارست قد عملت بالتنسيق مع السلطات الرومانية الصديقة على استقبال مواطنين منذ عبورهم للحدود الأوكرانية وتيسير استقبالهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، انتهاء بتسفيرهم باتجاه أرض الوطن مساء اليوم. ليست المرة الأولى التي تؤكد خلالها الدولة والقيادة المصرية الانحياز لأبناء هذا الوطن أينما كانوا إذا احتاجوا للعون والمساعدة في أوقات الشدة والأزمات. فقد فعلتها مصر مرات عدة بأن أعادت أبنائها من دول العالم المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي ظل أحلك وأصعب الظروف. ليست المرة الأولى التي تؤكد خلالها مصر والقيادات السياسية الانحياز لأبناء هذا الوطن أينما كانوا إذا احتاجوا للعون والمساندة في أوقات الشدة والأزمات. فعلتها مصر مرات عدة بأن أعادت أبنائها من دول العالم المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي ظل أحلك وأصعب الظروف. في فبراير عام 2020 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي توجهت طائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية
الصينية لإجلاء الرعايا المصريين المقيمين فيها خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد. سريعا أدركت القيادة السياسية خطورة الموقف مع بدء الجائحة، فكان قرارها بالحفاظ على المصريين هناك، ووفرت لهم بعد عودتهم الحجر الصحي اللازم. وفي مايو من العام نفسه أعلنت وزارة الهجرة إعادة 615 مواطنا من العالقين في دولة الإمارات بعد أن تسببت الجائحة وإجراءات الإغلاق في بقائهم خارج الوطن، وهو الأمر الذي تكرر مع مواطنيها في عدد كبير من دول العالم. أما في أغسطس عام 2021 فكان قرار القيادة السياسية بإعادة الجالية المصرية المتواجدة في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي، فعاد مسؤول السفارة المصرية والبعثة الأزهرية وعدد من العاملين المصريين في أفغانستان، وكانت مصر من أوائل الدول التي سارعت لمد يد العون لأبنائها. جهود متواصلة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين، في تأكيد متواصل على أن رعاية أبناء الوطن نهج أصيل ومسار لن تحيد عنه الدولة. President Putin, stop the military operation. وإلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي القصف الروسي على مدينة خاركيف بأنه جريمة حرب. وأشار زيلينسكي خلال مقطع فيديو إلى أن حماية العاصمة كييف اليوم هي الأولوية القصوى لأوكرانيا. كان زيلينسكي قد دعا إلى فرض حظر على روسيا في جميع موانئ العالم ومطاراته. أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية في ظل اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف وتزايد الدعوات الأوكرانية لطلب المساعدة الغربية. وقال الرئيس الأوكراني إنه تطرق في حديثه مع بايدن لملفي العقوبات المفروض على روسيا والمساعدة الدفاعية لأوكرانيا في معركتها في مواجهة القوات الروسية. وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة وقف الهجوم الروسي في أسرع وقت ممكن. بدوره أكد رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس في كلمة أمام البرلمان الفرنسي دعم حكومته لأوكرانيا، مبديا إعجابه بالرئيس الأوكراني. وأشاد كذلك بدور السفارة الفرنسية في كييف، كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي تقديم 300 مليون يورو مساعدات اقتصادية عاجلة إلى أوكرانيا، وكذلك فرض حزمة عقوبات على بيلاروسيا لدورها في الحرب على أوكرانيا. أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن أوروبا تواجه تهديدا وجوديا من جراء هجوم روسيا على أوكرانيا. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي إن البرلمان يرحب بطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ميتسولا خلال جلسة البرلمان لبحث الأزمة الأوكرانية أن البرلمان الأوروبي سيعمل جاهدا على تحقيق طلب أوكرانيا حول انضمامها إلى الاتحاد، مضيفة أن أوروبا لن تستقبل المسؤولين الروس على أراضيها. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن قوات بلاده لن تقاتل القوات الروسية في أوكرانيا، وأن التعزيزات الأخيرة كانت داخل حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأضاف خلال زيارة إلى إستونيا أن نشر بلاده لقوات في إستونيا ليست أكثر من إجراءات دفاعية. وخلال مؤتمر صحفي لرئيس وزراء بريطانيا ونظيرته الإستونية وأمين عام حلف الناتو، شدد جونسون على أنه يجب الوقوف في وجه الهجوم الروسي على أوكرانيا، لافتا
إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تقدير حجم المقاومة الأوكرانية. من جانبه أكد أمين عام الناتو أن الحلف سيدافع عن كل أراضي الحلفاء. كذلك أكدت رئيسة وزراء إستونيا على استمرار الدعم لأوكرانيا. تواصل الدول الغربية والولايات المتحدة إرسال مزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا لرد الهجوم الروسي على أراضيها، وتنوعت حزمة المساعدات ما بين وسائل عسكرية دفاعية وقاذفات صواريخ مضادة للمدرعات والطائرات. يأتي ذلك مع تواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في عدد كبير من المدن الأوكرانية. لا يبدو أن وتيرة العمليات العسكرية التي تشهدها الأراضي الأوكرانية منذ الخميس الماضي سوف تهدأ أو تتراجع قريبا، وذلك في ضوء تواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في عدد كبير من المدن الأوكرانية جنوب وشرق وشمال البلاد. وما يزيد من تلك التكهنات مواصلة العديد من الدول الغربية إرسال المعدات العسكرية العاجلة لدعم القوات الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي قرر إرسال معدات وأسلحة بقيمة 500 مليون يورو، وتشمل المساعدات أسلحة بقيمة 450 مليون يورو ومعدات وقاية بقيمة 50 مليون يورو. دول غربية عدة أعلنت تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منها ألمانيا التي قررت إرسال 1000 صاروخ مضاد للمدرعات و500 صاروخ ستينجر مضاد للطائرات، الأمر الذي يشكل تراجعا عن سياسة اتبعتها برلين في الأعوام الأخيرة وتقضي بحظر أي تصدير للأسلحة إلى مناطق نزاعات. الموقف الألماني أثار غضب موسكو التي وصفت هذه الخطوة بالمشينة. الولايات المتحدة من جانبها قررت إرسال شحنة مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 350 مليون دولار، تشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمواجهة المدرعات والمقاتلات والمروحيات الروسية. وفي وقت سابق أفاد المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن بلاده قررت إرسال معدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا، مضيفا أن قضية إرسال أسلحة هجومية لا تزال محل بحث. وفي الوقت الذي تبحث فيه ستوفاكيا نشر 1200 جندي من حلف شمال الأطلسي على أراضيها، قررت إرسال ذخائر مدفعية ووقودا بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليون يورو إلى أوكرانيا. مساعدات كبيرة ومتنوعة تتدفق نحو أوكرانيا، وجاءت عقب تصريحات للرئيس الأوكراني زيلينسكي انتقد خلالها الغرب واتهمه بالتقاعس عن مساعدة بلاده في مواجهة الهجوم الروسي، غير أن الاستجابة الغربية الراهنة تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن الحرب قد تتواصل وتستمر إلى موعد غير معلوم. على المستوى الإنساني، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 660 ألف شخص فروا من الهجوم الروسي على أوكرانيا خلال 6 أيام. وذكرت الناطقة باسم المفوضية خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن الفارين من أوكرانيا لجأوا إلى الدول المجاورة خلال الأيام الستة الأخيرة فقط. طلب الجيش الروسي من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت الأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه من أجل وقف الهجمات المعلوماتية ضد روسيا ستنفذ قوات الجيش ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد البنى التحتية التكنولوجية لأجهزة الأمن وضد المركز الرئيسي لوحدة العمليات النفسية في كييف، داعيا سكان كييف الذين يعيشون قرب مراكز أمنية لمغادرة منازلهم.
وعلى المستوى الميداني، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو توصل العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق الهدف منها. وأوضح شويغو أن الهدف الرئيسي لموسكو من عملياتها العسكرية في أوكرانيا هو حماية نفسها من تهديدات الغرب، وشدد على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية، فيما يتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدا أن الضربات تنفذ فقط على أهداف عسكرية وبصورة حصرية بأسلحة عالية الدقة. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول أوكراني أن القصف الذي استهدف مبنى التلفزيون في العاصمة كييف أسفر عن مقتل 5 أشخاص. هذا وأدانت وزارة الخارجية الأوكرانية القصف الذي استهدف مبنى التلفزيون قائلة إن المبنى قد تمت مهاجمته. وعلى الأرض تواصل القوات الروسية تقدمها نحو العاصمة الأوكرانية كييف. وأظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف. ويأتي هذا فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن موسكو تجمع قواتها استعدادا للهجوم على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى. ووصل الجيش الروسي إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا قرب شبه جزيرة القرم، وأقام نقاط للتفتيش على مشارفها وفق ما أعلن رئيس البلدية، فيما تتواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة خاركييف الواقعة شمال شرق البلاد. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر روسي قوله إنه من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية غدا الأربعاء. وبعد الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت أمس الاثنين، قال الجانبان إنهما سيجتمعان مرة أخرى في الأيام القادمة. بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النهيان هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من القضايا الإقليمية والدولية في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها ولي عهد أبو ظبي، والتي شملت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وخلال الاتصال تم التطرق للعلاقات الثنائية بين الطرفين وملف الطاقة، وتم الاتفاق على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي. كما اطلع ولي عهد أبو ظبي من الرئيس الروسي على تطورات الأزمة مع أوكرانيا، حيث أكد محمد بن زايد على الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنها القومي. نشرتنا متواصلة معكم وفيها: حكومة باشاغا تحصل على ثقة مجلس النواب الليبي بأغلبية 92 نائبا. صوت مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة التي قدمها فتحي باشاغا ب 92 صوت من أصل 101 نائب حضروا الجلسة. وضمت الحكومة التي منحت الثقة برئاسة فتحي باشاغا 3 نواب لرئيس الوزراء و 29 وزيرا و 6 وزراء دولة. عقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلستها للنظر في دعوى الطعن بفتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قد قضت في 23 من شهر فبراير الماضي بإرجاء البت في دعوى بشأن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية إلى اليوم.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بضربات جوية في الأنبار. وقالت الخلية إنه بناء على معلومات استخباراتية فقد نفذت القوة الجوية العراقية بواسطة مقاتلات F-16 ضربة جوية استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الأنبار. وأشارت إلى أن العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم إعطاء فرصة لهم لإيجاد ملاذات آمنة. ارتفع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 436,696,000 حالة. هذا وقد وصل إجمالي حالات الوفيات بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى 5,955,000 حالة. وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت 79,045,043 حالة. أعلنت الصحة الهندية تسجيل 6,915 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وبهذا الرقم يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42,931,000 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى تسجيل 180 حالة وفاة جديدة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 514,023 وفاة. قام محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بتسليم أسرة سيدة ميزار عبد الله الملقبة بعروس العريش الكفيفة مبلغ 25,000 جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وكانت العروس التي تم زفافها بالجهود الذاتية في ديسمبر الماضي طلبت من الرئيس السيسي توفير وحدة سكنية لها، وقد استجاب لمطلبها وأصدر توجيهاته بتلبيته وتوفير الوحدة كهدية لها، حيث قام المحافظ بتسليمها عقد ومفتاح وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بحي العبور بالعريش. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أجرت مديرية الصحة في أسوان الكشف على 1,821 مواطنا من المترددين على العيادات المتنقلة بقرية أمبكاب بأسوان. جاء ذلك من خلال 10 عيادات متخصصة، كما تم صرف العلاج وعمل التحاليل والأشعة بالمجان وتحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية. هذا وستقوم القافلة يومي الأربعاء والخميس بالتوجه لمدينة أبو سمبل التي تبعد 280 كيلومترا جنوب أسوان لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أجرت القوافل الطبية الكشف الطبي على 1,695 شخص بقرى محافظة البحر الأحمر خلال فبراير الماضي. جاء هذا من خلال 8 قوافل، حيث تم إجراء 377 فحصا معمليا و207 حالات أشعة و277 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، بالإضافة لعقد 48 ندوة تثقيف صحي. نفذنا 8 قوافل علاجية بالمجان لخدمة أهلينا في محافظة البحر الأحمر. احنا عندنا 6-7 مدن في المحافظة، بنطلق 8 قوافل شهرية بتغطي من أول الزعفرانة لحد حلايب وحدربة جنوبا. بالنسبة لشهر فبراير أطلقنا 8 قوافل، تم الكشف على 1,695 حالة، تم إجراء 377 تحليل للمواطنين، تم إجراء 277 أشعة سواء أشعة عادية أو أشعة سونار. أكد المشرف على مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز المنشأة بسوهاج علاء شعراوي أن قرى المركز استحوذت على 198 مشروعا مختلفا في شتى القطاعات. وأضاف أن نسب التنفيذ في المشروعات تسير وفق المخطط الزمني، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تجاوزت نسب التنفيذ فيها 95%.
نسب التنفيذ المشروعات الخدمية يعتبر عدت النسبة 95%، والمجمعات الزراعية في حدود 90% بالنسبة لخمس مجمعات زراعية. كل نسب التنفيذ لكل قرية بالنسبة لمشروعات الصرف عدت 50% و55%. مشروعات الصرف الصحي سلمنا قطعة الأرض الخاصة بمشروع محطة الغاز الطبيعي لمركز مدينة المنشأة. أكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر لمؤتمر نزع السلاح في جهوده للتغلب على حالة الشلل التي تعتري أعماله منذ أكثر من عقدين. كما جدد شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ من ضرورة نزع السلاح النووي، حيث دعا وزير الخارجية الدول النووية إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي. تعرب مصر عن دعمها الكامل لعقد الجلسة الخاصة الرابعة حول نزع السلاح SSOD4 في أقرب فرصة لإجراء مراجعة شاملة حول هيكل منظومة نزع السلاح متعدد الأطراف. السيد الرئيس، لقد تابعت مصر بيان الدول النووية الخمسة الذي صدر في 3 يناير 2022 وتؤكد أهمية قيام الدول النووية بترجمة ما جاء في البيان إلى إجراءات ملموسة وعملية من أجل الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة. يستضيف غدا مجلس النواب الاجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوي للسكان والتنمية بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والأسيوية وحضور عدد من الوزراء ورئيسة المجلس القومي للمرأة. ويناقش الاجتماع تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري فعاليات مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رؤية لمستقبل أفضل، والذي تنظمه جمعية الهلال الأحمر المصري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. على مدى يومين عقد مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رؤية لمستقبل أفضل، والذي يقام لأول مرة في مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة رؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المؤتمر ناقش على مدار يومين أبرز الأولويات الإنسانية في المنطقة وخارجها، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الجهات المشاركة في المؤتمر وتحديد مجالات جديدة من التكامل من أجل فاعلية العمل الإنساني، بالإضافة إلى دعم الدبلوماسية الإنسانية ووضعها بشكل أفضل من قبل الجمعيات الوطنية. يأتي هذا المؤتمر ولله الحمد في وقت مناسب جداً، بعد أن مررنا تقريباً بسنتين من عمر هذه الجائحة تمكنا فيه من استخلاص الكثير من الدروس والعبر، يعني بما تمكننا من المضي قدما جميعا، يعني سواء كمنظمات أممية وغير أممية، أفراد أو مجتمعات، شعوب كذلك ودول، في التعامل مع هذه الجائحة من أجل ضمان حماية الأرواح وإنقاذ الكثير من الأرواح من خلال تلك التجارب التي مررنا بها ولله الحمد. أهمية هذا المؤتمر إن إحنا دلوقتي العالم كله بيمر بظروف استثنائية، خاصة في ظل جائحة كورونا. انتشار الفيروس وقوته بيخلي إن دلوقتي ما فيش حد قادر على إنه يواجه هذا الفيروس بمفرده، فلابد من تكاتف كل الجمعيات وتكاتف كل الجهات المعنية بهذا الأمر وتبادل الخبرات للمساعدة في المواجهة. تأتي أهمية المؤتمر في دعم التقاء أفكار أصحاب الخبرة والتجربة بالعمل الإنساني لمواجهة التحديات الإنسانية وتوحيد الرؤى بشأن أبرز الأولويات والتحديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التلفزيون المصري. في إطار دعم وتوثيق علاقات التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة، فقد قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة تونس على رأس وفد أمني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تبدأ فعاليتها في 2 مارس بالعاصمة التونسية. كان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله إلى مطار تونس وزير الداخلية التونسي والسفير المصري لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية.
هذا وقد أكد وزير الداخلية محمود توفيق على أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر المتطرف. كما وجه وزير الداخلية الشكر لنظيره التونسي على ما لقاه الوفد المصري من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضي التونسية، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزر، إليك مصطفى. شكرا هبة وشكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة نتابع فيها. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير عام 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية. وقد أشار الفريق أسامة ربيع إلى عبور 1713 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات قدرت ب 100 مليون طن مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، وبإجمالي حمولات صافية ب 97.6 مليون طن. وأكد رئيس الهيئة على أن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي والذي يشهده سوق النقل البحري والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية. أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022 لتحصل بذلك على 50.6 نقطة مقابل 45 في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة. هذا وقد أكدت وزيرة التعاون الدولي على أن التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030. وأوضح تقرير البنك الدولي أن مصر تحقق هدفي تمكين المرأة في ملف ريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710 مليارات جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بما نسبته 1.23% ليغلق عند مستوى 11275 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بما نسبته 1.86% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه و66 قرشا للشراء و15 جنيه و75 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيه و48 قرشا للشراء و17 جنيه و59 قرشا للبيع، وذلك في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه و99 قرشا للشراء و20 جنيه و12 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع، وقد سجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرش للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع.
في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية ليصل إلى 1922 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 721 جنيه، وقد سجل الذهب عيار 21 ما قيمته 842 جنيه، في حين وصل الذهب عيار 24 إلى 962 جنيه، وقد وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6736 جنيه. ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج لثالث جلسة على التوالي بدعم من مكاسب لأسهم الطاقة مع استمرار صعود أسعار النفط، وقد أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبو ظبي مرتفعا ب 2.2%، كما صعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بنسبة 1.3% بدعم من مكاسب لأسهم القطاعين المالي والعقاري. أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً قياسياً لمعدل التضخم في سريلانكا خلال الشهر الحالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى جانب تضرر الاقتصاد من أزمة نقص النقد الأجنبي. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في العاصمة بنسبة 15.1% سنوياً خلال الشهر الحالي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 14.6% سنويا. قرر البنك المركزي الأسترالي خلال اجتماع بنك أستراليا الاحتياطي الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل دون تغيير يذكر عند 10%، والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات. وأكد محافظ بنك أستراليا الاحتياطي أن المركزي الأسترالي مستعد للتحلي بالصبر في مراقبة التضخم والالتزام بشروط نقدية داعمة للغاية، مضيفا أن هناك عدم يقين حيال مدى استمرار انتعاش التضخم في الوقت الحالي. وصلنا معكم لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، لكن التسعة وأخبار ما زالت مستمرة، ونعود لاستكمالها من جديد مع يوسف وهيبة. شكرا لك مصطفى. شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ بني سويف محمد هاني غنيم فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع ابدأ حلمك، والذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف تدريب شباب الموهوبين من المحافظات والأقاليم. وخلال الحفل تم استعراض محطات قطار ابدأ حلمك منذ قيام وزارة الثقافة إطلاق المشروع الذي يستهدف تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، علاوة على مشاهدة عرض مسرحي بعنوان حكاوينا الذي يعتبر نتاج التدريب على فنون المسرح والتمثيل. النهاردة إحنا يعني حفل تخرج مجموعة الشباب لمشروعنا ابدأ حلمك في المسرح، حاجة رائعة، حالة حماس غير عادية، تفاؤل جميل، شفنا طاقات شباب متفجرة بشكل رائع جدا، قدموا لنا عرض أكتر من رائع الحقيقة. طبعا إحنا كنا بنناقش مع معالي الوزيرة النهاردة تطوير الحركة الثقافية في محافظة بني سويف، وخاصة أنها من المحافظات الغنية ثقافيا وتراثيا وفكريا، فكان مهم إن إحنا نشوف إزاي ننشط الحركة الثقافية، وخاصة ان احنا خلال الفترة الأخيرة ابتدينا في تطوير عدد من قصور الثقافة زي قصر ثقافة بيبا، وكنا بنتكلم مع معالي الوزيرة وبنقول ان احنا ان شاء الله خلال الفترة الجاية هيبدأ العمل في قصر ثقافة بني سويف الجديدة اللي هو يعتبر من أكبر قصور الثقافة في الصعيد إن لم يكن أكبرها، وخلال الفترة الجاية ان شاء الله هيبدأ العمل فيه على تطويره عشان يتم الافتتاح ان شاء الله مجرد الانتهاء. والآن مع أخبار الرياضة في نشرتنا. الجولة الرياضية نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى مزار. من مصطفى. جديد شكرا جزيلا يوسف، وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة نستعرض مع حضراتكم فيها أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. يحل الأهلي الآن ضيفا على فاركو في الجولة 11 من الدوري الممتاز، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. في
في البطولة ذاتها تعادل الإسماعيلي مع مضيفي مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، وبهذا التعادل بقي الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، بينما رفع مصر المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز 15. في البطولة ذاتها يستضيف الزمالك غدا فريق فيوتشر في الجولة 10، ويذكر أن الزمالك يحتل المركز 4 في جدول الترتيب، بينما يأتي فيوتشر في المركز 6. انتهت هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التسعة ما زالت مستمرة. أعود من جديد إلى يوسف لاستكمال ما تبقى وهبة. شكرا مصطفى. أبهر العشرات من الجزائريات المتابعين لهن بسبب كفاءتهن في ممارسة رياضة التزلج الشراعي وركوب الأمواج بالبحر المتوسط. وتنتشر رياضة التزلج الشراعي بين الجزائريات بشكل متزايد مع تحدي الفتيات والسيدات لما تتطلبه هذه الرياضة من قوة وجسارة وروح للمغامرة. ومؤخرا أصبحت رياضة التزلج الشراعي تجذب الجزائريين من فتيات وشباب وعائلات. وإلى آخر أخبار الطقس. صفا ميزار ووقفة مع أخبار الطقس. من جديد شكرا هبة وشكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض مع حضراتكم فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وحول الظواهر الجوية سيكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، ويصحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ هذه الجولة من القاهرة، وفيها تكون درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12، يكون الجو فيها مائل للحرارة. في الأسكندرية 24-12 يكون الجو معتدل، في مطروح 22-12 يكون الجو فيها أيضا معتدل، في بورسعيد 24-12 يكون الجو معتدل، في الإسماعيلية 26-12 يكون الجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 والصغرى 12، يكون الجو فيها مائل للحرارة. في العريش 24-10 يكون الجو فيها معتدل، في طابة 26-13 مائل للحرارة، في شرم الشيخ 26-15 مائل أيضا للحرارة، في الغردقة 27-14 يكون الجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 31 والصغرى 10، يكون الجو مائل للحرارة، في أسوان 32-12 مائل للحرارة، في الوادي الجديد 31-8 مائل للحرارة، في شلاتين 31-12 يكون أيضا مائل للحرارة، في حلايب 28-13 ويكون أيضا مائل للحرارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن مشاهدينا الكرام، بعد أن استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة، نترك حضراتكم في أهم لقطة لليوم. ومن لقطة اليوم إلى تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتطوير مرافق المنظومة الرياضية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، طائرة مصرية تقل الطلبة المصريين من رومانيا إلى القاهرة. قتلى في قصف استهدف مبنى التلفزيون الأوكراني، وزيلينسكي يشدد على ضرورة وقف الهجوم الروسي. انتهت نشرة التاسعة، ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. نور، ازيك يا يوسف؟ ازيك يا هبة؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ كل التوفيق. الحمد لله. اشكركم جدا على متابعة وقراءة شديدة التميز، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.